الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبابك أوري لما مسأله وينوغه هرسنا كدمنا إن شاء الله بابك عصبين بلا بينا الحادية والعشرون مسألة كوبي الله تناد أن سنة أهل الكتاب هو كتاب كالسيي وددوده مذمومة وامدل دليعيه كسنة المشركين سنة المشركين تسيد الله دليعيه السنة أهل الكتاب المخالفة لشرعنا بالوقت هذا سنة أهل الكتاب كخلاف صن شرعيين ومد مذمومة وعانتها وحويان الدليل النبي عليه الصلاة والسلام إلا الراع ودد ودين وديدي ولإنها السنن لا تتبعن سنن من كان قبلكم اركوا إلي اللي يروايين ويري ما اليهود والنصارى بدوا تشيدا ويري فمن وديانوا تشيدا. الثانية والعشرون أن المنتقل قفك كدق الركتين من الباطل الذي بعد الكاسو اعتاده وقبت مي قلبه قلب جيسو لا يؤمن آمن لجماها أن يكون إلو هذا في قلبه قلب جيس لعيس بقية هلا من تلك العادة عادة كمذا قوله ويري صحابه ونحن وحال نحن ونقول حدثاء وعاد كوك وقت عصبة والنائب كفر مركاوي حلية يقفك بعد الكجوري كدق الركتي بعد الكاسو قلبي جيسو قبطي مو لقب صدي آمن لقماها إنا يوحكا قهران بعد الكي مركاس صحابة داني مركي وراء مشركين بيان شيرين وحي لقب صدين بعد الكا تعلق بغير الله إلهي عدانا هين إن لقو تعلقه مركي أي مركز سوى إسلامين ولبا إسلام نموذة عصبة عصبة من عصبة هاي جوردويد قال لما يكيم الدين وحباء ولقلب جود كوار سنة بعد الكاي كجورين كم بده لكن ده واحد إسلام نموذة من عنا يا أنا هاي وحوا حك كم بده مركا التعلق بالأشجار والأحجار لقى حنت يجي ده وحاي لقى تعلقه لقى تبركه ولهذا بس صحابي جو عذر دارهان وش يجي ولي ببيلا وجه هذا الكائن الإسلامي ماذا كوس باين سقط المامية جاهلية دي أي كي مادين وح كجها رأي أرنتني إني تاي وحصابة تاي راني ولي كجور علميهان يعملهان لبضبة ولهذا قف كمركب بدعقبة تما إذا دوان كتوبت كياني أرهانا هاد داعية للبدع وفي بدعاء ضدك وقباقة إلا إسكاو بصداء وقت لو كاديو أن الإسكوسي ود الدين أي السلف كسونات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ننكي الصبيق بن عسل ورنشري متشابهة قرآن كددك كوفي تنينشري إسكاو لوان توبت كياني أدنا مدى أيو قبط توبدي سقوه بصنية وعنا إمامك قاتن سيد إمام أحمد يا إمام كلبا إن بالقفك بدعلو يقاني ولي بدعي البدعة ها ضد كميدو قوي يرى وضد كوقر حيا حدود أوان توبت كياني إن الله بصدع رنكيس وعنا يتاسي فرع كتاه مسألة نوعه يعني لقما آمين ها إن يولي وحكوا أرسيهين مركاين قلبي قيسا يكوض بحضي إن كالي أي الله بصنية وي وهي باب كالطبنات باب ما شيء يجيبه باب يهجاء وردك صار وري في الذبح في حكم الذبح قورع حكم كيس لغير الله إلى عدن اللوك قورع من الآيات والحديث آيات هي حديثة مقصود كباب كوا بيان حكم الذبح لغير الله وإن لعدي قورع إلى عدن اللوك قورع حكم كأولية صنف كلا رحمه الله تعالى حكم كمسألة السجوان ومشيقين وده مو أرم باب من الشركة الذبح لغير الله مو أرم وحالي الشراح ذا بركود أرنتا كسب بيين إن الحكم الذبح لغير الله أن حكم قرى اللهين التفصيل كتر أحكام كالدوان وقاطه سينو كسو أرقني كتاب كهوري علماء الساعة إشارته وحكم إذا
شيخ سليمان بن عبد الله مركو باب كشرح يوحي أي من الوعيد ما ورد في الذبح الغير من الوعيد وحكو كوصا أروري قول على عدنا لو قول وعيد يقوديا وهل يكون الشرك أم لا يا الشرك ما نقول يا مستر نقول ما أيه علماء قال كودنا وحي لهذين سببت مصنف كوجزمي وايي حكم كمسألة ده وللتمرين الطالب على استخراج الأحكام من الأدلة أوفك أرد كتاب آخر السنة وكتب برايا إن أحكام الأدلة كلاصوا بحوانو مركا الأدلة دي بانكو كيني الحكم حكم الذبح الغير لا دو كسو صار علماء الساتي لو حكم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الذبح لغير الله صين هربا إن أشاقني لما أنت شركي موضعها وحكم دي أفعاش محتمل كاه وعبادة محضة ماها إذا صحيح وصدص الذبح لغير الله عبادة محضة ماها أما قد يد ذبح يقورع عبادة برح ترن ماها عبادة برح ترن يا هيدا لما أنت شرك وضع نقول لها الذبح لغير الله وحمرنا عبادة نغضى مرنا عبادة نغضى ولهذا سنورك دم حكم هذا التفصيل بقليه ما قرينا أردي إذا كم يدي هاي يعني درس قدوش كلا صعدوا كتاب كورا مر كانوا مسألة أمر إني نين باتشروا واتساب كي كلا صعدوا لي أو دليرا أو استشكال سنة يي سيد الله أرن كرا الذبح لغير الله با أقيم سما مت شركة مدان شركة عين سقول حلي هاي ونكفها من هذا الكيس الذبح لغير الله وحلا يراهضون كشرك جاه كان شرك جاهين سدى الذبح للأكل أما للبيع أما للضيف ذبح لغير الله لما يراهض تأصيل كنوع عسين الصحمها وعن شيء قدونا نصوص أي قعد دهاي جورة عن شرك أهين وهذا اللي وش يجي إنه يهاي ذبح لغير الله إنه يه كعداد ضيف وجورة عدا وذبح لغير الله ركنا وف مرتي أداد وجورة عدو لكن شرك ما يهاي دوا ما يا مرة داد كرام ضيف هذا وجدشيدو ولهذا بين النجوم مرة الطريقة دعاء الذبح لغير الله إن أنا دمانتي شرك هاي كدعاء غير الله وكلون يسب بريد إلى عدنا إلى بريد سو تات تفسيره قل لي سجنا تفسير بق قليل ما جاء من الآيات والحديث بوشيدا الذبح لغة وأشق والدلاع انت ابن فارس وكل شيء جاي في معجم مقاييس اللغة شرع النوى إزهاق روح الحيوان إزهاق روح الحيوان وحيوانك إن أفضل لقد شراء ولقد شراء بإراقة الدم إن ديق لقد داديو وعلى وجه المخصوص يدو قاب قارة مركا ديق قال لقد دادينيو لكن وعيس ويدين للذبحيقا ومصنف قوام السلام ويمو في الصدر ورباب ما ورد ما جاء في الذبح لغير الله ما ذبحيقا يفقه هذا قيحيان اكتب فقه كقرن بوتشيدة وقطع حلق حيوان مباح الأكل بطريقة المخصوصة فقه ساسي قيح إلا تشرعنها حيوان قورعي هيل بكيس وحلال ياي وقاب قار الله تشره وكاسو تشيدا مايا الذبح في كلام المصنف أعم من ذلك ذبح جاي فقهاد وقياحا وكعام سيو كمعنا بلاري والذبح جاي المراد بالذبح في هذا الباب وقتل البهيمة وما يران كي حيوان كي إلا الدلون والوجود ده إما بالطريقة الشرعية المذكورة في كتب الفقه ولقد إلى الطريقة الشريعة وافقسان كتب تفقه كتال أو غيرها من الصور المعروفة عند الأمم أما الطريقة مدانين حيوان كي لقد له والدروق ذا هي قانان ومضاها كلا وسواء كان المذبوح ما يدوس ذبح في الشريعة كبهيمة الأنعام أو ما لا يدوس ذبح ذبح أي فقهاد التعريفيان وقورع على قورع حيوان هلب كيس وحلالي
الضمير هدي للجورعو أما الشبيه للجورعو أما اللباح للجورعو تعريف كده مسوا قليل اللي ذبحه وحلاله يأي وكارله يعني ذبحه ونوعه حلاله يا حيوان مركوره بهيل بكيس وحلال يصوم لكن ذبحه جن للشيء يا مرك الشرك اللي قال لي كوا كبلاري وين حيوان كله ديله سيدا فقاد وكوك حيان هلو ديله أما سكلا بهلو ديله حيوان كهان نقضوا ميد هيل بكيس وحلالي أما ميد هيل بكيس وحاري ودوقفك أي سواقبته وأي قاسي وديله وهل كي حلال يقورع تشراك لو كقورع أما حبط باو كنو فتامة بربا ولد عام لقح ولد عام يدو قستقيس ويهي أن يتقرب ويعظم به غير الله أي قادل كي سينو قد وادو أو كوين يا إله عدان هين هو الذبح على ورانه. إذن محيل فهني خلاصة القول أن الذبح في هذا الباب وفي كتب التوحيد أعم من الذبح في كتب الفقه. كتب الفقه الذبح جاي تعريفين أيان وذبح جا للجورع حيوان هلب كيس وحلالي. سجارنا لو جورعه أه إن هلك قرط لقى جورعه أما هلك وحويان رونت اللي جمده ذبح يا مركز شر ذبح يا شركة يا لجهد لي يا لجهد لي أنا وقتل الحيوان وحيوان اللي تدله هل وجود دله بالذبح بالكيفية المعروفة في كتب الفقه أما سكلا به هل وجود حيوان كان اللي تدله يعني مذهله بكيس وحلال يا هاي أما مذهله بكيس وانه حلال هاي لكن قصدي قال وجود دله يا ويا هاي تعظيم يتقرب إلى غير الله واضح ما واي لغير الله اللهم وللتعليل ذبح قاسدا بذبح غير الله مع الوصاص غير الله نوع عام ويشمل جميع المخلوقات دو قورع الرسول نبي ملك أولياء جن يس هذا واحد يركع لنا أنواع الذبح نوعيد القورع ذبح ليس من العبادات المحضة قورع عبادة برحتران ماءها صلاة وكلا إلي عبادة برحتران هدو يهي مركز تو إلهي عدان هاي وحلو قورع الشرك بو نغن لها مروال بنا الشرك ما نغده تفصيل با كتير سين الشرك مركاوا قاعدة دي هوري أنو كسو عرقناي دعاة إيو استعادة إيو استغاثة كواسي أيو لميدي مركوا من الأفعال المحتملة وأفعاش السنة وتصل النقطة وفعل مرنا عبادة النقطة مرنا العبادة هاي مركو عبادة هاي بادي لا الله صمينا عبادة لله ونقرية هذه عدك الله صمينا عبادة لغير الله ونقرية مركا صور متعددة بولي وأحكام تيدنا إكل الدوان تاي وبعضها عبادة توحيدية ونقرية بعضها شرك ونقرية بعضها محرم ونقرية بعضها نقول من جملة العادات المباحة عادات كمباحة متكملة مركا لا يطلق أن الذبح عبادة لما يطلق إلا ما ورانا يقور عدم وعبادة حتى هذي علماء يطلقان لا الذبح والعبادة فصرفه لغير الله شرك ذبح يودن ومتشهدان النوع قارب وشهدان وحانا طاعد دين يقيود داي الراعيان والذبح لغير الله تعظيما وتقربا أما الذبح تعظيما وتقربا رسفدا لا ينبع عبادية وهي لما نورن كر كل ذبح لغير الله والشرك إلا إن لولت مرك للي الذبح لغير الله الشرك هذه نوع قار اللوجة شيء نوع عبادة وصح هذه كل ذبح لغير الله اللوجة شيء ده نوع وخلط وكل ذبح لغير الله الشرك ما علماء إطلاق دين إطلاق وتفصيل كسر القاضية. مركا جور حقوق بسماء أقسام. القسم الأول الذبح العبادي التوحيدي. وأنت نقصان شجرين ثلاثة الأصول ك. وين كعل علينا ناون للتأكيد والتكرار وأحلى. جور عبادة والتوحيد. وهو الذبح باسم الله. وين للجورع وهو الذبح بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام وين للجورع. وبسم الله لقو قورع مقع إلهي تقربا وتعظيما له يدو إلهي اللي قد واري قورع إلهي اللي قويني
على الطريقة الموافقة للشريعة سيد الشريعة وافق سليدنا اللو قورع الشريعة تلوح قورع الذبح بسم الله تقربا وتعظيما له على الطريقة الموافقة للشريعة على سبيل الوجوب يدو قورع سواتش بوياه سيد ذبح الهدي وكلا أو الاستحباب أما يدو قورع السنة وياه كالضحية والعقيقة والذبح لتصدق اللحم يعني لو قورع يهيل بكاين للصدقة وغير ذلك قورع إنو عبادة النقضة ده لا صعب قورع إنو عبادة النقضة علماء بدنا بتسريحي قبوريين تا المشركين تا آية عسر كان شوقية كوكلو كهرية بواحد دون يعني إنا يلاهدان قورع سيديس عبادة وماها يعني مرنا بس يس عبادة وما نغضى فعل كقور على هذا والواحد يكتا الرافعي صاحب المحرر كتاب كيس العزيز شرح الوجيس وحكيري واعلم أن الذبح للمعبود هذا قال تقور على قور على معبودك وباسمه لقو قورع نازل منزلة السجود له علماء السجود له سجود كل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة ماذا وليبان هو النوع كم إذا أنواع عبادي وينين المخصوصة بالله تعالى إلهي كقارة الذي هو المستحق للعبادة الله أصواك عبادة كليد حق قوله ابن حبان صحيح سوح كون ذكر البيان بأن ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة الإسلام أي وباسم ملة الإسلام من الإيمان على إيمانك كمدي واي نوع على بعض الجورع والذبح الشركي جورع الشركي قاع وهو الذبح لغير الله جورع إله عدانا اللي هو جورعه عدس عيد دون صانغته على جهة التعبد والتقرب والتعظيم اللي هو جورعه سيكون لهان عباديس يا ودوان شو يا وينين إذا قست جاسي مركو فعل كلا الصعدة أيو ذبح جي نقول يا شرك سؤال بن سويدين كرا ما هو المناط الموجب لكون الذبح لغير الله شركا وما حي علدا كان سطي واتشبين إيسا قورع إلهي عدان هين لو قورع إنو شركية علدا سوحوية أن يتضمن الذبح نسبة الشيء من خصائص الله إلى غيره وإنو قورع كوبصدا وخصائص إلهي كميدا إلهي عدان هين إن لو اللحية لو نسبة أو يشتمل على غاية الذل والتعظيم للمذبوح لهم أما قورعي وحال الصعودة إن لو الدلوب هي اللي وينين يكن لو قورعي وتحت ذلك الصور سائل بضنبا مركز قورع شركي كفر عميسا وهران ذو كل شيء إن دي التعظيم كي يتقرب كوياهي قستي أوياهي عمل قلبي مركز سؤال شيء مرة صاحيتها مرة دو قورع الشرك نقول يا مركز التعظيم يتقرب لوغا قصدي وقصدي يقول عمل قلبي وياي عمل قلبينا إناني نقول ضال عن كرين سينو كوغان إنا قف كان قورع عيسى وشينو قورع عيو أما قرح دو قورع عيو أما قف دنتو قورع عيو إنو وغا قصدي التعظيم يتقرب وهل كاي مشركين تو حجيستين أي لهدين قورع لغوما حكومي كارو عدة لدوني بها لغ قورعين وشركيه وين لغو حكومين وشركيه وحي كو حرمتها إن لغا هذا قستيقي سونية تعظيم يتقرب تانا موغان كرينكو إشكال كهر نوين وصاروري ني جوابتي سروا الشاقل وكوان يا جوابتي سهية يعني كيف تعرف أن هذا الإنسان الذي ذبح لغير الله قصده التعظيم والتقرب إلى المذبوح له الوحي واحد عمل قلبي هيا صحيح جزاك الله خير هذا هو الجواب يعرف ذلك
القصد والأعمال القلبية تعرف بالقرائن. قفك قصد جيس يا عماش قلب جيس كقمت قرائن تلقرت تصير واحد يسوق نفسه ما هل تصرف في قيبان السينية وحلايا قانا بيعة سواء صحيح لهم حول شرد وغدق التراضي صوما إن بايع عن شيء جسنا ويبيع رالي كوي هاي مشتري قلائل ويبسد الرالي إنه كوي العقد يسود نفسه والرضا من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح ومن أعماله من أعمال القلوب وي مركا سيدي لغو أغان كرا قف كان إنه رالي كنا قد إيبك للرالي هنشي سو إنه أنصحه لغا ماربان بوي تواح لغو أغان كرا بأقواله سفقاد بدن كود كتاقين أو بأفعاله سفقاد قار كود قبان أو آمسان بيع المعاطات إنه صحيح تاسنا خلاف ماله ولهذا بفقاد وحي ليهين قف كان إنه رالي كو يا إيب كان باشر ديا إنه رالي كو يهينا إنه سيكا لكم أغان كرنو إلا الله هلو سيغو ويساقو ديو هدلو أولا هذا بيعتو يشتريتو قبلتو هذا الله دائنو يرى هذا يساقو عمل كي قلبي كي سكو قموع الرضا تسالقو أغاني علماء قارنو حلين ما يوحاب لقو أغان كرابا فعل دوا بيع المعاطات كي الله بيقف تصالة ويسبايعين واحد كتري رودي ذا نوامسا ركسوا رودي ذا لبكم إيجا إيبي نماذ أوران وإن كا إيبي ينمو أوران لبادي كبات لكتح بدل رودي بالقاعد وبيع المعاطات وحير هذا فقهاء بضنبا قبطوا حتى علم الشافعي كتيران بيعاس وصحيحية فعل كانت تصير يقف كأنه رالك النقضين ورودي ذا نيبسا ذا كنين وإيبيين رالك النقضين إذن قول كوذن أي ليهين قصد التعظيم والتقرب وعمل قلبي لما بقوا جانكره وهذا الأنصحة هين علمي أهان وقفك قصد جيس سوح لقوا جانكره يرديس يعماشي سكلاي قلبك قرائن بلقوا جانكره مركوام حي قرائن تتصين كرته قفك أن يقور عنه إله عدان إنه قور عي إنه وقتش يدو التعظيم يتقرب قرائن تسورة كبادة وأن يصرح الذابح بأن الذبح بقصد التعبد والتقرب التعظيم وين يسوي نوع شيء أن يصرح هو بذلك صعبة تسريحيه وراء أنه قولي قاموا حقه ورعيه وان كوة إليه تعظيما للولي بانه قورعيه هي تقربا إليه وما تشيران دات سلاير هذا ها قاربها داد ويدي صور حولان الذي هو سياري قبره بل أدو القيني ساند كدو القليسان محادو قد شيدان سيقولون صدقات بانو قتشينا صدقات السودين كان مقالوين كي يقول كي دادك باهين تشوغان باتشوغان يظهر كابكو قروع دانا مساكين تنصيصان ماين ماين وليقا عدان لو قوريعين وحو نوتر تشري ايان واينة اما نباتو نو قيسر يا وليقو ميان اسكا عدين انو وليقا وقو تقربي وحكا قدوني إنه وحكاية لا أما إنه ديبك عليه بس كواضح المغلس إن دول يلمان دول هاد ليو ميد بعد سدود شوقي إسكيري شخص حاق وين جرب تاجران تروح بيه نو تريشري سقي وقت سريحنا يبقى ولا ميد كاسة وحيترة مركويح وجورع يد وح تركيبك قد وريه صام تركيبك قد وريه يروح يلاه نو كعليه سقي بعد ذبحت لفلان تقربا إليه وتعبدا له أما وحر يستحق الذبح لو إلا وقور الحق إلا يا شيخ أما وليه صورة اللباط وأن يذبح لغير الله وهو في حالة يغلب عليه التذلل والخضوع وإظهار الافتقار المذبوح له وحد كان هل كان يدوك وقر لك واحد كبر أتعين كرت عن شرحي ثلاثة الأصول هي الصور كان يدوك يالان هي سيئة كبر أتعين وهي استنصامة كالسيئة كي يغنسا وفي دوين القرطال كاسك قرنين وقور عيسى وكتر حالة اسدلين إيا خضوع إيا فقر موتيسة شو وباهي وموتيسة إيا كانوا قور عيسى أما باتسا استحياب موتينة شيخي بلو وحا وحكا بضن بعض
حق الله هيدا تنقر عليها حولي بان نقوى هيدا أما نقول يا راضي بسارد ما نقول عليه استقبوا افتقارية وتذللية أما يصاحب ذلك الدعاء بأن يقبل المذبوح له ذبيح وحنو كابر يعني كويدستان النقاء أقبش انت السيارة دي أنو كيني بولي غيرنا تسين يستذبح يسينو يهاي تعظيم يتقرب يضع سورة صدحة يذبح لمخلوق معروف بعبادة المشركين له مخلوقا وقورعي ومد مشركين تين عابدان الغوية قان حولوك حيو الصنم كبودا لا يراهضو أيو قورعي وحكلا ما بهني تساق اللي بودا عني ما يه محوك للضواني دي وكو تعظيم يتقرب وقتشي أما الصليب كو قورعي أما قبور ليقان إن دادك قاركود حول أيو قورعان تعظيم وتقربا لها أيو حوله وقورعي وقارنة السنة السا إنه تعظيم يتقرب السنة وقتشي صورة أفراد والذبح لغير الله مع اعتقاد معنى المعاني الروبية في المذبوح له وإنه قورعه عدو أهمي سيئة صفات كي ربينا إلا هذا ويساق أبوح قورعه ولي أكليه أما قف أكليه يتصرف الكون أما ربو كان أما دافو بحية قارب القويري ورحولها سيارة كشيكي سارة حبالات كدو القليسان هذا نيو اسكد يسار محمد عيسى رحمه وانا جي مرت توجيني سيارة الشيخ بلوح نجي قاعدي بانا دوجين انا حوالي بحنوصة داي روب لهم بانا قد عضي صورة شنادو الذبح لمخلوق لم تجري العادة عند العقلاء بالذبح له كالذبح للشمس وحوق قورعي يا مخلوق تدك عقلي قاليه آني وحبه قورعين بني آدم وحلو قورعا والله يقانا مرتبه كوي منايا والعسومي سوا معروف لكن دادك عقلا دي ميحو لانت قورعان قرح دكو عسوما اما الضيح اما حدقاه اما القيدا اما بقحانت اما ملايكت اما تشينك لا العقلاء لا يعرفون بالإهداء لهذه المخلوقات حبقوا ما هديئيان مخلوقات كنوع عاصم مالك قصد هذه المخلوقات بالذبح الدليل على قصد التقرب والتعظيم المخلوقات كنوع عاسة قورع ولا قصديه قل راح ذا ضيحة قيدها نقحنتها ومن دليلها إنه قل له هذا إيده وكوين إيه قصديه سويح على مدى ذبح للأموات والقبور إن له قورع عيدان إيه وكوين انتفاعها إن حوالات كحيسي قبر بعد دول قيسي وانقش قفك حبالاك واصنا محوك فايدية معونا يا ما أتشر مكيلة يا ما يعمل كي سبوق قوان هذا صدقتي وحاولت شدد هذا أشرك كهيل له مكمل مناسبة إن حوله قبر قال الدول جي والله قد القلا يدا الإسلام جودهم بتها وديني أنا بقولي لا عقل في الإسلام مكواح أقول له وقت شذا يمحون قن كرا إن جورة عن السجل جو حصة يا صامة والسجل جو وينين والسجل جو دواري ولهذا أبوي لنين عن مركا وهذا لي عن مسلم هين وأنجر هيرك هي كمدها مركي الدنبي إلهي بوجو حكم الدنبي هذا ليس خلاف سبعة نقط وحد ورياره هنريره بلو وأنجر هيرك يقول سكي يقول هذا ليه هو كمدي حولان الحبالة الجيسان وكان السيارة كل شيء جيان لمن كان ريره بلو تلك اللي ماشى قاس اللي معونا يان هذاي جوابته تاي ها سنة كيبا معلن عمتها السنين مالو البوقين نمن كوني من تلكين اي دي جوابتو تاي معونا ايانا دي محان مركن عقل ايان دي بقول اغنو محان وحاني عونا هين دوشو دا كلا دورين ما قالو ينك يدول كينو دقلنا اي داد كنولي تشوغان عونا يامينو كو قلانو مركاين اي عونا هين بالي سلق رسي داد كان حوالا كواسين حولها لدول قيرية محاد بحولان لو دول جينيا سفر نير لو غوسو غليا ميل فق حولان تلقى سوق خيه قبرغيس لو دول كيريا هلكا لوو قليا واخ كلا او ارنتاس اقبلي كرتا ما جيرو انا هين ان قصدغو يهاين ان اسغا لوو وينهيو او لوو دواادو
الذبح لغير الله تعظيما وتقربا إليه إنه الشرك يهي مخرج من الملة الدين تلقى بحيه غير واحد من العلماء أي التسريحي سعد الشهير وحيري رافعي ذين هذا الكيس آخر إنه وعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له كل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره قفك إلهي عدانهين القورعة من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة سقو عبادات سيوينين وقتشيدا لم تحل ذبيحته وكان ما يأتي به كفرا وحاو قورع وساو قورع حلال ما الكسنة وكفر كمن سجد لغيره سجدة عبادة سكي إلهي وسجود سجود وتعظيم عدا إلهي وسجودي سجود وينين وقتشيدا يا عبادات وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه هدو إلهي عدك لو يسكو الله روح هذا إلهي إيا كاسان أقو رعي يان كوينين يان أقو دواني يان والله من هدو استقلال أقو رعي هدو اشتراك أقو رعي واسكو من وعن براركين والرافعي ساقو ومثلا حق الدمكو شيء قدوني وحولي هاي مخلوق معظمة هدي لو أقو رعي شرك نقن ماي وإن إلهي لو أقو رعي يوبي كدقان تساك عبادة وكالي بورانيا مسألة أنا إن شاء الله أنا كاد للدورنا وما حد دليلك كلا قاضية مخلوق معظم كاه ودي تقرب تعظيما له الله قصة ما يفعل كان وشرك ونغرين هي مخلوق غير معظم كاه سنم يرجح يجيد يوحلا من الصور شاقة ما في الدليل كلا قاضية ولماذا شافعية دي مسألة دا كرد دي السجى هي عدة الله متكانا وينو كير الدورنا إن شاء الله dadkan iska oranaya wahabiya waxan la timi ibnu taymiya la yimi dadan kutubta war u haynin weey ama war way u hayaan dadkay lu goynayaan waxa laala wuxuu sheegay sheekhul islaam ibnu taymiya masaa'ishan ku taaluq ama ibnu abdul wahab uu sheegay ama culimo ka dambeeyay ay sheegeen kutubul madahib al fiqhiya laga helay ay kutubta culimada hore ay qoreen an-nawawi rahimahullahu ta'ala sana fi sharh muslim wuxuu ku yiri وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى النبي الله موسى هو قوله أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة حيوي معظم كحتى ثم يرك السنين ويجد صلابه كبحي يو نحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيح سواء كان الذبيح مسلما مركي صوره أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي يعني الشافعي سانس قري واتفق عليه أصحابنا وشافعي ده فإن قصد مع ذلك التعظيم المذبوح له غير الله هدي قورة عاس وقصد وكم ريه وحاران بكلي هدو قصد للصعدة يوينين والعبادة له كان ذلك كفرا لقورع قصد التعذيب والتقرب والصعدة وكفر بول فإن كان الذبيح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا أنه يكده مسلمين تحقا على السير عيوروا خرافيين كان نبي عيسى أما النبي موسى أما النبي محمد أما كعبضة أما الصنم وقورعي يدو قصد قيسو يهينو كويني أما وقودوا هذا وكافر بول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا هو مركز مسلم هانا قورع نوع عاسم كر الدوب الدين تو كقبح هذه كلا كفر جسم كفر كدر صدق روضة الطالبين كان إنه ويحو كويري مركو مكفرات ككهلي وأنا قد درس قشلة دين شاقة إن وحيا بضت كي مسلمين طاها أي كو قالوا بيان فقادون لكل شاقة عن كتبتها روضة الطالبين كان جزك الطرنات صفحة هذا شان يلح ويحو كقالي هالك مكفراتك حيا بقى قف كمسلم كهذا كذا عن وقالوا بيدين تو كبحي مركز سوسة ودورنا أو عظم الصنما
بالسجود لو سلم بوين يوحكويني إنه سجودي أو التقرب إليه بالذبح باسمه أما يقول له هذا إنه يحق ورعه فكل هذا كفر. أما الفرق بين الصنم والقبر حول حيال بضوة مخلوقة دي قول كرمك الله سمي عبادة نقول كرمك الله سمينا عبادة نقولها وهكذا. أقوال بضم بالكني وقرا لكن لباط صالين وفلا نوع صد حد الذبح والذبح المباح والقول عن عبادة إلهي لا هي شركنا هاي مباح عاداتك كمذا وهو الذبح الذي لا يقصد به التقرب والتعظيم والقول عن قصد قاسيان والصعون وينين يوجد دوانش وإنما قصد بها التوصل إلى أكل اللحم طريقة موافقة للشرع لكن وحلوقة قصديون هيلب كين لعونه نفكو حلوقة قول عن هيلب كلعونه يضد طريقة الشرع عدوى فقصنا نفكو لوقة ورعي ضابطكو نوحوي ما كان الذبح فيه أصلا فهو الذبح شركي هذه قورع وياك أصل كان قورع بلوتشي دابا هذه لدونه هيلب كالكا سالك قتقية والشرك وما كان الذبح فيه طبعا فليس بالشرك هذه قورع استو أنا مقصود كهين وح كذب بيا ومقصود كيس إن هيلب كلا يبيه إن لعنة إن مرتلا سيه كذا الشرك ما معايقو كل الدوين ذبح قال مباح هيك عبادة ده اشتركان في في أصل الجواز أصل كبناني ده ويداق أنا لابد هو جائز ويختلفان بالنية فقط نية ذم يقول كل الدوين كان التعظيم يتقرب إلى الله باللوجة قصدي كان واحد اللوجة قصدي أكل اللحم نية ذاك الجيس هذا واحد سويدين لو مثل هذه أن كان ليان لها نين رليرت كم إذا بيسوي ويدية ومثل هذا جورة عن مباحة ما لورن كلا وذبح لغير لا ما قام قادن كراه وده ترى ما كده لا رأي ذبح لغير لا إلى روحه قيب سماع مت شركية يمد مباحة صالحة جواب توصلة علماء جورة عن مباحة ذبح لغير الله كشاكتي كدرتي وحكم ذا الشيخ بن عثيمين قول المفيد كاك ذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين أن يذبح لغير الله تقرب وتعظيما فهذا شرك أكبر مخرج من الملة أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما وحي قفك مقنا أمام مرتد اللوق ورعي سهل بكي سوء عنان ذبح لغير الله بشيخ كشاكتي سماركس هذا لا يخرج من الملة. تركيب كعاد ذبح له إلى عذارا يضلقوا استعمال النصوص توقص عروري ولي بالذبح مباحنا وياه الدرع وحكم إذا حديث كأبي السلامة الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير والطحاوي في مشكل الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تذبح ذات الدر حق ورع نفع عن له رسول كاوت تجي كانوا حق لابد دارين النبي وحكوري نفع إرمان الجورع فذبح لهم شاهدكوا كابين قوسين فذبح لهم رسولك عليه الصلاة والسلام إياه صحابة إلى السعودية أبو بكر وعمر يبا هاي أيو الجورع ركالك محيو كفايد السنة إن ذبح مباح الله رنكر وذبح لغير الله وهذا نجاي سيل الله رنكر وأنا الصحين إلا يراهضوا ذبح لغير الله وحل أورانا ياون مركو قورع شركية وحن رأينا ذبح لغير الله باقي قيب سما هو قيب سما مد شركية مد حوياني مد عبادة مد شركية إياه مد مباح فأكلوا من الرطب واللحم حتى شبعوا فقال رسول الله لتسألن عن هذا وإن هذا من النعيم الذي تسألون عنه كوكاس ولهذا مركب الساني راهنو وقورع مباح على أورانكرا وذبح لغير الله مرتبة كوتمي وذو قورع عدي وذبح لغير الله على أورانكرا أما وحدو قورع عدي
فرحا إكراما وفرحا لقدوم شخص تحبه وذبح الغير لا ولا ركر. ومع ذلك هذا الشرك معه إلا قصد التعظيم والتقرب الله صعوله مركا واحد نقول إن حديث النبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله إن نراهنه وعموم مخصوص الحديث كظاهر كي سوامح قف كستوى لغير الله وقورعة للضيف وقورعة للسلم وقورعة إنه ملعون يعني لأن نصوص تلوحة تسيسي إن ذبح لغير الله والشركة هينين وشرو مركا الذبح يقول الشركة قاها أي حديث كله قد شيء إذا ذبح لغير الله وقال له قد شيء قسم أفراد والذبح المحرم الذي ليس بالشركين والقول حرارة لكن الشرك يا هين هو ذبح الذي لم يقصد به التقرب إلى غير الله والقول إلى عيد أنا هين لو قد وهذا له قد قصد ولكن وقع بطريقة مخالفة للشريعة لكن سيده عيب آس الشريعة هذا خلاف صن كالذبح غير المستوفي لشروط الذبح قورع الشرعي شروط بلاي صمع نيف كبات قورع دي إلى عدان تقول دواتا ما تكوين ليس وقامات قستين لكن شروط دي بانا الضميستر محو نقول هيا محرم أمو نقول محو محرم كون نقضي ما ينقصد التقرب والتعظيم لغير الله وكتشره ما يا وحكون نقضي لأنه وقع بطريقة مخالفة للشريعة طريقة الشريعة ذو حويان خلاف سن إنه كل عاي أيو كل نغض وعن الشروط دي داي كلام غنطي واي والناف كي ماليه آي عيد إلا تشره سوء حلاله بأيان التشرين كواذبح محرم كاس لكن الشرك معه قصدي لما صعوده صور من الذبح باتشرة واحتمال كتشره قول عشرك جهابا، سجل عشرك يا ما، صار هذا الذبح باسم غير الله، قف بايلي باسم النبي نافكي بقلا، كما نم قدوح كرات الصينيين والنبي يقول دواني يا مكوينينيو، لكن دوا قاصين هنا باسم النبي يقول، أما باسم عيسى، أما باسم موسى، أما باسم الولي الفلاني يقول صلاح، وارتواح الاسكوا فقصية هاي. على تحريم هذه الصورة إن ما جع إذا إله عين لاقب تنف كملك للجورع أيوة إن حرام ترتيد والسكو وافق سي علماء إجماع قصور نقل سيم السلاس لكن وحو خلاف كتشرة مش شرك باع وما أهل به لغير الله ميوي هاي وجورع شرك يعني مسوى الجورة حاراننا هذا قصدي قرينته سيصاعان إلى الصعون محل الخلاف إن شاء الله مثل داس الدرس سواء صعودك بلابي والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.